انا كنت مسلف واحد فلوس وبعد كده هو مش قادر يسديها لي، ينفع احسبها من زكاة مالي؟ لا، سلمه الفلوس اولا الزكاة وبعد ذلك طالبه. اكثر العلماء يقولون لا يجوز اسقاط الدين واعتبار ذلك من الزكاة، لان الرجل ممكن يحتاج اكل وشرب، فانت تلزمه بالسداد، سلمه الفلوس وروح له بالهدوء كده، رد الي ديوني.